السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة شعبة علوم وشعبة رياضيات. إن شاء الله هنحل معاكم النهاردة امتحان الكيمياء بوكلت بتاع الدور الأول 2019. طبعا الامتحان فيه ألف وباء وجيم، 3 نماذج عندنا. النموذج جيم اللي معانا دلوقتي نبدأ نحل إن شاء الله عشان ما نضيعش وقت، عشان نحاول نخلص أكبر جزء منه في الحلقة دي إن شاء الله، ونكمل في الحلقة اللي بعديها. نبدأ إن شاء الله النهاردة. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن. ده متكرر كتير في الامتحانات اللي فاتت، يعني كان متابع معانا يقفل الكيمياء إن شاء الله، لأن فعلا حوالي 99% من الأسئلة متكررة. يبقى الإجابة أول حاجة ألف. ألف طبعا المفروض نجاوب حاجة واحدة، بس إحنا بنجاوب الاتنين عشان كلنا نستفيد من الامتحان. يبقى الوقت هنا مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن، ده معدل التفاعل الكيميائي. معدل التفاعل الكيميائي. طيب نمرة باء. نمرة باء: تفاعلات تسير في كلا الاتجاهين. أول ما أشوف كلمة كلا الاتجاهين يعني هتحفظنا وخلاص يا مستر؟ لا، معروف إن دي اسمها التفاعلات الإنعكاسية، الطردي والعكسي، وتكون المواد المتفاعلة والناتجة موجودة باستمرار في حيز التفاعل. ولازم نحفظ هذا التعريف. ليه؟ لأنه ممكن يجي لي في امتحان الدور الثاني، اللي عندهم امتحانات في الدور الثاني ممكن يجي لي التعريف ما المقصود بالتفاعلات الإنعكاسية. يبقى الوقت هنا الإجابة التفاعلات الإنعكاسية. الإنعكاسية يبقى اتنين مصطلح علمي، بنختار منهم واحد. طبعا احنا بنجاوب الاتنين عشان نستفيد من ايه؟ من الامتحان. فسر: تستخدم العناصر الانتقالية كعوامل حفز مثالية. لماذا؟ لوجود الكترونات مفردة في المستويين 3D و4S. لوجود الكترونات مفردة في المستويين 3D و4S. مهمة الإجابة دي. خلاص، تستخدم في تكوين روابط بين الجزيئات المتفاعلة وذرات السطح الفلز. يبقى دي إجابات نموذجية. طبعا نحاول بقدر الإمكان نكتب أي معلومات إحنا عارفينها. أنا بديكوا بس المفاتيح الحل عشان الوقت. بنبدأ بعد كده في السؤال الثالث: المركب الذي له الصيغة C4H6 ينتمي إلى الصيغة الجزيئية العامة. السؤال ده مهم جدا، على أساس إحنا يا ترى إحنا عارفين الصيغة العامة بتاع الألكان، بتاع الألكين، بتاع الألكاين. طبعا هنا CnH2n ناقص 2 ناقص 2. يبقى دلوقتي أنا قلت ليه الكلام ده؟ لأن إحنا هنا ممكن برضه نفكر مع بعض ونفكر نفسنا. الصيغة العامة عندي CnCnH2n زائد 2، دي كانت الألكان. CnH2n كانت الألكين، جايبها مفرد عشان تبقى واضحة في اللفظ. CnH2n ناقص 2 دي الألكاين. ألكاين يعني ايه الكلام ده؟ طب هو عطيني C4H6، هو المفروض لو هي تبع الألكان C4 2 في 4 ب 8 و 2 10. طبعا دي لأ، هنا C4 2 في 4 ب 8، دي مش تبعنا، يبقى تبع الألكاين اللي هو C4H 2 في 4 ب 8 ناقص 2. يبقى هي دي، يبقى الإجابة النموذجية لازم نجرب ونعرف. يبقى الإجابة النموذجية رقم باء. فسر: يختلف ناتج التحلل المائي للإستر تبعا لنوع وسط التفاعل، لأنه في الوسط الحمضي يتكون كحول لو حمض. يبقى في الوسط، لأنه
الإجابة بدايتها إيه؟ لأنه في الوسط الحمضي بيدي ناتج، والوسط القلوي إيه؟ بيدي ناتج. في الوسط الحمضي يتكون كحول وحمض، يتكون كحول وحمض عضوي، وحمض عضوي لازم اكتبها عضوي، لان في احماض غير عضويه. اما في الوسط القلوي بدي ناتج تاني، ايه هو الناتج؟ بديني كحول وملح الحمض العضوي، يتكون كحول وملح الحمض العضوي. سؤال جميل وفي فكرة، خلاص لازم نكون فاهمين كيمياء عشان نعرف نحل. السؤال الخامس، السؤال الخامس، وضح بالمعادلة الكيميائية تأثير تغيير تركيز المواد المتفاعلة على معدل التفاعل الكيميائي لمحلول كلوريد الحديد 3 مع ثيوسيانات الأمونيوم. المعادلة دي بصراحة شرحت كتير الفترة اللي فاتت في البوكلت اللي احنا عاملينه على اليوتيوب، يا ريت نراجع على الحلقات ديت عشان نبقى شاطرين في الكيمياء. المعادلة ديت مهمة جدا جدا وشرحناها، وتأثير زيادة كلوريد الحديد او ثيوسيانات الايه؟ الأمونيوم. طبعا كلوريد الحديد FeCl3، كلوريد الحديد 3 ومحدده لي اهوت، زائد ثيوسيانات الأمونيوم، الأمونيوم NH4، صيانات SCN. خلاص طبعا المركب ده هنا انا عندي كلوريد الالومنيوم اصفر باهت اللون مهم، لان ممكن اخد الدرجه فعلا زي ما صححنا، ممكن ناخد الدرجه على المعادله بالالوان. هنا عديم اللون، هنا عديم اللون. طيب في حاجه، التلاته ده هي هتخليني احط تلاته قدام ايه؟ صيانات الامونيوم. طبعا التفاعل ده انعكاسي، ان ما عملتش كده اخد صفر في المعادله. تفاعل انعكاسي، لانه من التفاعلات الانعكاسيه اللي احنا عرفناها في التعريف الاولاني، بيديني FeCn كل تلاته، زائد تلاته NH4Cl. خلاص يبقى الناتج النهائي 3NH4Cl. بنركز على الاحمر الدموي، احمر دموي، وكده ناخد الدرجة كاملة ان شاء الله. عاوز اضيف معلومة، اذا تمت اضافة كلوريد الايه؟ الحديد 3، يزداد اللون الاحمر الدموي. اذا زاد كلوريد الامونيوم فانه يعود الى اللون الاصفر مرة اخرى، التفاعل يبقى ايه؟ انعكاس. خلاص معادلة مهمة وجميلة، ونراجع عليها اكتر من مرة، لان برضه هتيجي في امتحانات الدور الثاني للناس اللي عندهم كيمياء. الناس اللي بيذاكروا بقى سنة جديدة نركز عليها ان شاء الله في الايه منهج. السؤال رقم 8، طبعا ده اتكرر كتير بالمناسبة، الكاتيون كالسيوم، ازاي نفرق ما بين كاتيون الكالسيوم؟ عندي بيقول لي شوف السؤال السادس. طيب نكمل الثامن ونرجع نشوف بقية الأسئلة. نشوف السؤال الثامن، كاشف المجموعة للكاتيون. طبعا ايه اللي كاتيون الكالسيوم؟ دي في الكشوفات لازم ناخد بالنا منها ونراجعها اكتر من مرة. خلاص احنا كنا واقفين على السؤال 5، استنى 6 و7 ان شاء الله نجيبه حالا. كاتيون الكالسيوم، كاشف المجموعة للكاتيون، طبعا محلول كربونات الامونيوم، ودي موجودة عندنا في المنهج ومذاكرين، محلول كربونات الامونيوم، محلول كربونات الامونيوم. طبعا كربونات CO3 بكتب المركب بسهولة، الامونيوم NH4. طيب ده احادي ودوسناء،
يبقى بعمل كل تو كده، يبقى دي كربونات ايه؟ الكالسيوم. اكمل الجدول، كاشف المجموعة اسمه محلول كربونات الامونيوم NH4 كل تو CO3. طيب كاتيون الالومنيوم، كاتيون الالومنيوم الكاشف بتاعه هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسيد الامونيوم، امونيوم NH4 هيدروكسيد OH. ملاحظين ما عملناش كل تو لان ده احادي وده احادي، ودي برضو مطلوبة نراجع الحلقات التأسيسية في الكيمياء، في 9 حلقات تأسيسية في الكيمياء نراجع عليها لانها تخلينا كويسين ونفهم كيمياء مظبوط. طبعا الصيغة العامة للراسب، الراسب اللي بتكون هنا طبعا كربونات الايه؟ الكالسيوم، كربونات الكالسيوم لان بيحصل تبادل في المركبين، فبديني كربونات الايه؟ الكالسيوم CaCO3. خلاص يبقى ايه؟ كربونات الكالسيوم. هو طالب مني الصيغة الكيميائية بس، انا بكتب لك الاسم وبكتب لك الاسم برضه. كاتيون الالومنيوم الناتج او الصيغة الكيميائية للراسب هيدروكسيد الالومنيوم، هيدروكسيد الالومنيوم AlOH كل 3، لان الالومنيوم الثلاثي لازم ياخد 3 هيدروكسيد، يبقى عندي هنا هيدروكسيد ده، هيدروكسيد الالومنيوم، هيدروكسيد الالومنيوم. ده السؤال الثامن. السؤال التاسع نركز فيه شوية، عند طلاء ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة، بطبقة من الفضة، وضح التفاعلات التي تحدث عند كل من الأنود والكاثود. أولا نبدأ الكاثود والأنود. عند الأنود التفاعل عند الأنود يعني أكسدة، وديت نشرحها كويس في الحلقات اللي على اليوتيوب. التفاعل عند الأنود، التفاعل عند الأنود اللي احنا بنقول عليه ايه؟ أكسدة، أكسدة. طيب الأكسدة عندي عبارة عن ايه؟ الفضة، الفضة. ما معنى الأكسدة؟ عملية كيميائية ينشأ عنها فقد الكترون او اكثر. يبقى انا عندي الفضة تحولت الى ايون الفضة الموجب زائد الكترون، ديت اكسدة. طيب التفاعل عند الكاثود، تفاعل عند الكاثود، تفاعل عند الكاثود اللي بنقول عليها اختزال، اختزال. طيب الاختزال يعني اكتساب الكترون او اكثر، يبقى ايون الفضة، ايون الفضة زائد الكترون بيتحول الى ذرة الفضة، يبقى دي اسمها عملية الاختزال، وهي عملية كيميائية ينشأ عنها اكتساب الكترون او اكثر. احسب كمية الكهرباء مقدرة بالكولوم اللازمة لترسيب 10.8 جرام من الفضة على سطح الملعقة اثناء عملية الطلاء الكهربي. كمية الكهرباء لها قانونها طبعا عارفينه الناس اللي اخدت كيمياء، خلاص، والناس اللي عندها دور تاني ان شاء الله نراجعها مع بعض كده عشان نفكر بعض. عندي كمية الكهرباء، كمية الكهربية، كمية الكهرباء لها قانونها ونحفظه زي اسمنا. كمية الكهرباء كتلة المادة المترسبة، كتلة المادة المترسبة اللي هو عطاها لي اللي هي 10.8، يبقى كتلة المادة المترسبة في 96500 اللي هو الفارادي، 96500 على الكتلة المكافئة، الكتلة المكافئة اللي عطاها لي بين قوسين. طبعا الفضة أحادي بنقسم 108 على 1، يبقى الكتلة المكافئة، الكتلة المكافئة نعوض 108 عند 10.8 الأول هيت مضروبة في الرقم اللي عندي 96500، 96500 على 108 اللي هي الكتلة الايه؟ المكافأة. ومن غير آلة حاسبة بتطلع بسرعة
ازاي؟ اضرب بسط ومقام في 10، او صفر من ده بيطير لي العلامة، يبقى 108 راحت مع 108. اذا بنختصر ايه؟ 0 1. ودي حاجات بسيطة في الرياضيات المفروض نبقى شاطرين فيها سواء علم علوم او رياضيات. يبقى بتطلع لي 9650 كولوم. اقول تاني المعلومة اللي قلتها في الرياضة، مع ان المفروض يعني ما نتكلمش في الرياضة، لان معظم الطلبة والطالبات معايا الآلة الحاسبة وبسرعة وبيحسبهم، مفيش حد عاوز يفكر. معظم الطلبة للأسف الآلة الحاسبة بوظت الدنيا. المعلومة اللي أنا قلتها دلوقتي، الزيرو ده هو اللي أنا شيلته، ها بقى خلاها 108، يبقى 10 و8 من 10 لما أضربها في 10 بقت 108. 108 مع 108 خلاص، يبقى ما عادش عندي إلا 96، اللي هي 9000 وإيه؟ 650. يبقى ديت السؤال عندي رقم كام؟ رقم 9. السؤال العاشر طبعا الورقة اللي احنا ليها ناقصة هجيبها حالا ان شاء الله عشان ما نضيعش وقت. بس السؤال العاشر، اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة. اول حاجة تغطية الفلز المراد حمايته. طبعا ده اسئلة متكررة كتير من البوكلت السنوات اللي فاتت والنماذج اللي الوزارة نزلتها. تغطية الفلز المراد حمايته من الصدأ، طبعا ده الغطاء الانودي بفلز اخر اكثر نشاطا منه، الحماية الانودية او الغطاء الانودي. الغطاء الانودي طبعا حلينا النماذج اللي الوزارة نزلتها وفعلا جه منها اسئلة ايه كتير. يبقى هنا الغطاء الانودي، وممكن نقول الحماية الانودية الاتنين صح. رقم باء، عملية تآكل كيميائي للفلزات بفعل الوسط المحيط، طبعا ده الصدأ. وابسط مثال عندنا هنا الصدأ اللي هو صدأ ايه؟ الحديد. رقم 11 بيقول لي اذا كانت درجة ذوبان هيدروكسيد الالومنيوم ALOH كل 3 في الماء هي 10 اس سالب 6 مول لكل لتر، احسب قيمة حاصل الاذابة. قيمة حاصل الإذابة له القانون بتاعه كي اس بي، عندي وحافظينه كويس، اي ال الشحنة الموجبة الثلاثية. خلاص ممكن اعملها كده وممكن اعمل موجب 3 صح. خلاص يبقى الوقت هنا ممكن كده وممكن كده، انا هعملها اهو واشطب عليها، يبقى كده صح وكده صح. مضروبة في الاو اتش، الاو اتش بالايون السالب بتاعه بس مرفوع لايه؟ للاس بتاعه، لان الالومنيوم واخد 3 ايه؟ هيدروكسيد. هتساوي الاي ال موجب 3 اللي هي 10 اس سالب 6 مضروبه في المعامل اللي قدام الهيدروكسيد، لان احنا واخدين 3 منه، الكلام ده معروف عندنا في الشرح. يبقى 3 في 10 اس سالب 6 الكل مرفوع ل3 اللي هي الشحنات اللي عندي اللي هو 3 هيدروكسيد، يبقى هتساوي 27. نحسبها دي بقى بالآلة الحاسبة، دي ما فيهاش مشكلة ان احنا نحسب بالآلة الحاسبة. هنا هتساوي 27 في 10 اس سالب 24. ليه؟ ال3 في 6 ب 18، 18 و6 24، عشان برضو ما نقولش المستر بيقول كلام وتاني. يعني 3 كل 3، يعني 3 في 3 ب 9 في 3 ب 27، عشان ما نقولش احنا بنتكلم ونرجع نقول آلة حاسبة تاني. عايزين نحسبها حسابيا، 3 في 3 في 3 27 في 10 اس سالب 6، 3 في 6 ب 18 يبقى سالب 18، وسالب 6 يبقى 10 اس سالب ايه؟ 24. طبعا ديت من المسائل المهمة عندنا علشان برضو ايه ناخد بالنا. خلاص وطبعا ملهاش تمييز، خلاص دايما الايه قيمة حاصل إذابة او اي نسبة مئوية او اي نسبة موجودة عندنا بتبقى بدون تمييز، وحدات قياس يعني. سؤال 12، يتوقف مرور الطيار في الدائرة الخارجية لخلية دانيال عند رفع القنطرة الملحية من الخلية، لماذا؟ لتوقف تفاعل الأكسدة، وده حلناها كتير في البوكلت
المراحل اللي فاتت، الشهر اللي فات والشهور اللي فاتت قبل امتحانات الكيمياء، وموجود على اليوتيوب، وعندي الايه القنطرتين وماذا يحدث اذا تم رفع القنطره الملحيه من الخليه. يبقى احنا هنا لتوقف عملية الأكسدة والاختزال، عملية الأكسدة والاختزال، وبالتالي يتوقف، لازم أكمل، وبالتالي يتوقف مرور التيار الكهربي في الدائرة الخارجية، للخلية. أسئلة مهمة يا جماعة وناخد بالنا منها. السؤال 13، اختر الإجابة. يتفاعل غاز الإيسين، كلمة إيسين يعني الأستيلين، مع البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون مكونا. طبعا المعادلات دي من المعادلات المهمة، وإن شاء الله نبقى نراجع عليها بسرعة عشان الوقت هنا بالنسبة لنا. طبعا هيديني 1 و2 ثنائي برومو إيسان، ودي موجودة في الامتحانات اللي فاتت وحلينها على النت. غاز الإيسين اللي هو الأستيلين مع البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون مكونا، 1 و2 ثنائي برومو إيسان عشان كسر الرابطة، وبنوزع البروم عند 1 و2 مش عند ذرة كربون واحدة، ودي مهمة جدا جدا جدا. السؤال رقم 14 بيقول لي اشرح تجربة عملية توضح بها أثر مساحة سطح المتفاعلات على معدل التفاعل. طبعا ديت مهمة جدا التجربة. الخطوات بنفضل بنرسمها رسمة، بنحط فيه مسحوق خرصين وفيه قطعة خرصين في أنبوبة أخرى. تجربة سهلة وجميلة واتكررت برضو كتير في الايه في الأسئلة. يبقى الوقت هنا التجربة ديت تجربة عملية، بنضع كتلتين متساويتين من الخرصين، أحدهما في صورة قطعة والأخرى على هيئة ايه مسحوق، ثم نضيف إليهما حجما متساويا من حمض الهيدروكلوريك. دي تفكرنا ونعرف نتكلم عشان ما نقعدش ان ايه نكتب كتير هنا ونضيع وقت. يبقى الوقت هنا حمض هيدروكلوريك مخفف، وهنا حمض هيدروكلوريك مخفف، نفس النسبة، يعني نسب متساوية، نسب متساوية، هنا نسب متساوية، وبرضو الكتلة والمسحوق برضو الكتل بتاعتهم ايه متساوي. ماذا نشاهد؟ هي دي التجربة. الخطوات التفاعل في حالة مسحوق الخرصين أسرع، يبقى التفاعل هنا التفاعل أسرع في حالة الخرصين اللي هو مسحوق الخرصين، مسحوق الخرصين أسرع من قطعة الخرصين. خلاص، الاستنتاج كلما زادت مساحة السطح، كلما زادت مساحة السطح للمادة المتفاعلة زاد معدل التفاعل. تجربة مهمة وبتتكرر كتير جدا في الامتحانات. خلاص ناخد بالنا من الأسئلة دي. سؤال رقم 15 يشذ التركيب الإلكتروني لعنصر النحاس Cu29 عن التركيب الإلكتروني المتوقع له. السؤال ده مهم لأن في حالة ذرة النحاس المستويين 3D و4S، خلاص نصف ممتلئ، يبقى المستوى، أي أن المستوى 4S نصف ممتلئ، و3D بيبقى تام الامتلاء، والذرة تكون أكثر استقرارا عندما يكون المستوى دي تام التأين. نوضح هذا الكلام. الصفحة السؤال رقم 6 نرجع له كده بسرعة نبقى نجاوب السؤال ده. السؤال السادس نرجع له.
بنقول يتصف، يتصف المركب TiO2 اللي هو أكسيد التيتانيوم بأنه بار مغناطيسي وملون، ولا دايا مغناطيسي وملون، ولا بار مغناطيسي وغير ملون، ولا دايا مغناطيسي وملون. طبعا السؤال ده رقم دال، دايا مغناطيسي وغير ملون لاكتمال، لاكتمال مستوى الطاقة بتاعه أو لانشغال الأوربتلات بالإلكترونات لأنها بتبقى دايا مغناطيسي على طول. أما البارا مغناطيسي حينما تكون الإلكترونات غير ممتلئة، غير ممتلئة. ناخد بالنا من الحاجات دي. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف تحصل على بنزاميد، بنزاميد من حمض البنزويك. دي بصراحة موجودة كتير في الامتحانات وانا لسه عاملها في الحلقة الماضية من معادلات الكيمياء العضوية ومهمة بصراحة. يبقى بنبدأ بحمض البنزويك، حمض البنزويك COOH مع كحول إيسيلي، مع كحول إيسيلي عشان نجيب الإستر C2H5OH سهم، و HCl جاف دراي، دراي HCl أو HCl إيه جاف. خلاص طبعا بنقول القاعدة أو الأساسيات بتاعت الكيمياء اللي احنا عايزين نراجعها برضو مع بعض دايما في الحلقات التأسيسية. بناخد الهيدروجين، بناخد بالنسبة للحمض، بناخد الـ OH من الحمض و H من الكحول، بيدينا الاستر، الاستر ونازع جزء مي، نازع جزء مي. يبقى انا عندي هنا CO O C2H5 طبعا زائد جزء ايه مي. يبقى الناتج اللي عندي الاولاني ده، ده الاستر اللي طال. الاستر ده بنضيف له الامونيا او النشادر، الاستر الناتج CO O C2H5 زائد النشادر NH3 يديني البنزاميد على طول. قلنا وشرحها لسه في الحلقة الماضية، بناخد H واحدة من هنا بناخدها مع الجزء ده كله عشان نرجع الكحول الإيثيل مرة أخرى. يبقى طلع لي مباشر اهو البنزاميد CONH2. طب الاتش اللي هنا راحت فين؟ راحت مع الكحول الإيثيل عشان يتكون تاني C2H5OH. يبقى طلع لي عندي هنا بنزاميد وهنا كحول ايه؟ إيثيلي. هنا استر بنزوات الايه؟ الإيثايل. استر بنزوات الإيثايل. هنا حمض بنزويك وهنا الاستر اللي عندنا. طيب في معادلة لسه دي رقم ألف، وطبعا المطلوب مننا نحل واحدة بس، ولكن زي ما اتفقنا الحاجة اللي فيها حاجتين بنحاول نحلهم ان شاء الله عشان نحاول نستفيد من الأسئلة، لأن ممكن اللي يجيلي في الامتحان مش ألف يجيلي باء. يصير ثنائي الإيثايل من الإيثيلين. بنبدأ بالإيثيلين CH2 رابطة ثنائية CH2 خلاص، بنضيف لها مية يعني هيدرة حفزية H2O. السهم الشرط مهم 110 وحمض ايه؟ كبريتيك، حمض كبريتيك و 110 درجة مئوية. طبعا بنكسر الرابطة، بنكسر الرابطة اللي هنا خلاص، والمية عندي HOH زي ما احنا عارفين خلاص. يبقى ذرة هيدروجين هتضاف هنا، لأن في قاعدة بنقول لما نكسر رابطة بنحط إلكترون عند كل ذرة كربون. طب كسرنا الرابطة هنا، الهيدروجين معاها إلكترون والأو إتش معاها إلكترون. طيب الأو إتش هتروح فين؟ هتروح مع السي إتش 2، يعني الناتج هيبقى سي إتش 3 سي إتش 2 أو إتش. ده اسمه إيه؟ الكحول الإيثيلي.
كحول الإيثيلي بنعمل له تسخين، تسخين ده كحول إيثيلي. كحول إيثيلي ده مهم جدا جدا، احنا عارفين لما ناخد منه 2 جزيء كحول إيثيلي CH3CH2OH، بناخد منه جزيء كمان CH3CH2OH، ونبص كده هنعمل ايه. طبعا في شرط هنا اللي هو حمض كبريتيك مركز و 140 درجة كونك H2SO4 و 140 درجة، 140 درجة شرط اساسي. ماذا نفعل؟ بصوا المنظر كده، نزع جزيء مية يبقى يديني C2H5، ادي الO بتاعت الإيثير C2H5 ده الإيثير اللي هو عاوزه، إيثير ثنائي الإيثايل زائد المية اللي ايه خرجت. يبقى ده السؤال السادس والسابع اللي كان عدى مننا والورقة ما كانتش موجودة. خلاص نبدأ للسؤال رقم 15، نواصل الأسئلة كده إن شاء الله ونصبر مع بعض شوية على أساس برضو مش هطول عليكم شوية، نبقى نكمل الباقي في الحلقة الجاية إن شاء الله. ونتوقف عند السؤال رقم 15، يبقى ده كان آخر حاجة احنا واقفين عليها إن شاء الله عشان الحلقات تنفع تترفع. يبقى السؤال رقم 15 هنبقى واقفين عند فسر يشذ التركيب الإلكتروني لعنصر النحاس Cu29 عن التركيب الإلكتروني المتوقع له، وده هنشوفه ونفسره ونشرحه في ورقة إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. وبقول لكم تاني إن نراجع الفيديوهات اللي موجودة في الكيمياء العضوية والكيمياء الغير عضوية وفيديوهات البوكلت والإجابات النموذجية اللي احنا عاملينها من حوالي شهر اللي هو كان قبل امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، ونراجعها كويس جدا لأن فيها أسئلة كتيرة مكررة علشان تبقى فاهمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.